عزيزتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. وإليكم في هذه الكبسولة قصة قارورة العسل، الفنانة المصرية الكبيرة ليلى طاهر مع الحظ، كما روتها بعدد مجلة الكواكب اليوم السادس من شهر يونيو حزيران عام 1961، وكانت تحت عنوان الحجاب العجيب، فعسى أن تنال رضاكم ولحظات ممتعة. حكت ليلى طاهر أن للحظ في حياتها حكاية طريفة، وأن لها معه جولة وقصصا، ولا زالت تذكر ذلك اليوم البعيد منذ سنوات حين دخلت امتحان الشهادة الابتدائية وجاء يوم الحساب، وجلست أمام ورقة الأسئلة مرتبكة. ستسقط لا محالة، وإلا أية قوة جبارة يمكن أن تحرك يدها فوق سطور الورقة البيضاء بالإجابة الصحيحة، وذهنها عدو لعالم الأرقام. وفجأة اقترب منها المراقب وأدهشه أنها لم تكتب حرفا واحدا بينما وقت الامتحان في طريقه إلى الانتهاء، فلم يبخل عليها بكثير من الحلول الصحيحة. وفي البيت حكت الحكاية لأمها، فضحكت وهي تشير إلى جيب المريلة التي ارتدتها، وأسرعت بيدها إلى داخل جيبها فوجدت ورقة مطوية بعناية على شكل مثلث. فلما سألت أمها عن سر هذه الورقة، قالت إنها حجاب كتبه شيخ طيب من أجل أن تنجح في كل حياتها. وظل هذا الحجاب معها، وكانت كلما ذهبت إلى أمر هام إلا وحملته معها. وحدث بعد أن مثلت في عدة أفلام أنها وقفت ذات مرة أمام الكاميرا بإحساس مضطرب. ارتعدت أعصابها ولم تعد قادرة على مواجهة الكاميرا، وعبة حاول المخرج أن يشجعها، لكنها فجأة تذكرت أنها نسيت الحجاب في البيت. ومع الأيام ازدادت ثقتها بالحجاب، بل أكثر من هذا إنها قابلت الشيخ الطيب ورجته أن يمنحها صورة أخرى للحجاب، وفعلا عادت بأكثر من نسخة حتى تحتفظ بنسخة في كل مكان، ووضعت إحداها في غرفة الماكياج إلى أن تزوجت من الأستاذ حسين فوزي. وفي إحدى الليالي راحت تحكي له حكاية الحجاب، وناولته إياه في حرص شديد، لكن كم كانت دهشتها شديدة حين وجدته يفضه ويفتحه تماما، وزادت دهشتها أكثر حين أطلعها الأستاذ حسين على سطور الحجاب فقرأت معه كلمات غريبة لا معنى لها. ويومها فقط أدركت أن حظ الإنسان ليس في ورقة مكتوبة اسمها حجاب، وإنما هي مسألة متعلقة بكفاحه ونضاله ومواهبه. تغمد الله فنانات وفنان الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بمفور الصحة والعافية. وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل، أرجو أن تدعموا القناة باشتراككم فيها، وأن لا تبخلوا عليها بالضغط على زر الإعجاب وبتعليقاتكم الإيجابية المحفزة على مزيد البذل والعطاء. وتقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.